كان اسمع على السيد وتروحت كلية التربية الرياضية 2007 وهم جيت تعينوني بالحصة ب 207 في الشهر. طبعا ما نفتش معايا ما قدرتش افتح بيوت ولا حاجة. فاشتغلت اتعلمت مهنة ابويا من الثمانينات والتسعينات شغال الشغل ودلوقتي شغال الحمد لله باكلهاش منها الحمد لله. الاختام دي عندي ابوها من مصر اختام اسطمبة عادية وكده بس. فأي حد الناس اللي عايز راح يقعد معاه عشان راح يعمل اي حاجة اللي راح يصرف حوالي من بوسطة كام جاي بيجي لي بطاقته بيوري لي بطاقته بعض الاسم ما بنقولش الاسم من عليها هو اكتبه له ويقول كده انت مصلحة شغال معاه اذا كانت حوالي اذا كانت حاجة كده اذا كانت حاجة كده. بس هذه كل المجالات اللي الاختام اكثر من كده ما فيش. أخذنا في أختام اللي هو بتاع البوسطة ب 15 الشؤون التأمينات الكلام زي كده. الختم العادي ب 10 كده حسب وفي ناس ساعات ب 7 8 حسب السكون يعني ناس في ناس تسيب كتير ناس لكن خامة الختم كلها واحد. واحد. المهنة دي مكفياك يا علاء؟ الحمد لله ماشية. مكفية الحمد لله وماشية وفاتحين منها بيت ومعايا عيل والحمد لله وكفينا مرضان الحمد لله. احسن من وظائف 107 مش تعمل معايا اي حاجه. 107 ده عندي في مدرسه في حموده قريه هنا جنبينا عشان اركب مواصلات عايز 500 جنيه في الشهر مواصلات بس. ازيك ازيك على عبد الله وين؟ لا ثلاثة بس خمسة دينا ثلاثة.